اسمي احمد فرح صار لي عم بعمل موسيقى من 10 سنين. عم بعمل موسيقى غربيه. اخترت الموسيقى الغربيه لانه شوي ماخوذ عنها فكره غلط، وحبيت اني احكي باللغه الانجليزيه لنعرف عالم غيرنا ونعرف احنا مين لعالم برا. فالبروجكت تبعي او اسم المشروع تبعي اسمه Perfect and Insane. عم بشتغل عليه من سنه 2005، وعم بشتغل مع التعليله من زمان من سنه 2009. وجدا سعيد اني اكون معكم هون اليوم. رح اقدم اغنيه من الالبوم اللي عم بشتغل عليه اسمها Running، يعني الهروب. عم تحكي شوي عن الحريه وعدم كبت الحريه تبعتنا، فبتمنى انه تعجبكم. شكرا جزيلا لاستاذ ابراهيم كلوب لاستضافتنا هون، وشكرا لكم. اسم الاغنيه Running، بتمنى تعجبكم.